كابتن هاني الف الف مبروك، ميداليه مستحقه. صوتي راح كلنا بسرعه. ميداليه في ايدك حلوه ما شاء الله، منوره يعني حاجه محترمه جدا. ويعني مبروك لجماهير النادي الاهلي للمره الثانيه على منصة التتويج فيفا. ها يعني فيفا يعني حاجة عالمية، كلنا فخورين يعني. مبروك للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته واللاعبين، وخلينا أقول مبروك لمصر كلها، لأن النادي الأهلي ممثل مصري. حتى لما بيجيب سيرة النادي الأهلي موقع الفيفا بيبارك للنادي الأهلي وكمان حصوله على البرونزية. طبعا، وخلي بالك زي ما بتكلم النادي الأهلي اسمه مرتبط خلاص باسم مصر، وده بطل القرن وبطل القارة الأفريقية. وبالتالي لما نقول مبروك نقول مبروك لمصر ومبروك للقارة الأفريقية كلها، لأن كان يعني النادي الأهلي مثل القارة الأفريقية على أعلى مستوى. أتفق مع كابتن علاء، بطولة صعبة يعني مقارنة حتى ب 2006. أعتقد 2006 ليها جيل مختلف ولها لعبة مختلفة ومدربين مختلفين. البطولة دي كمان يعني انت محاربين ابطال على مستوى يعني محبة. مش هنتكلم فني طبعا، اللي هنتكلم فني بكره وبعده، لكن اعتقد الانجاز اللي حقق النهارده انجاز يحسب لكل من ينتمي للنادي الاهلي، اولهم الجماهير اللي كانت بتساند اللعيبه في الملعب. ده شيء مهم جدا. كمان المجهود الرائع والمجهود الكبير جدا جدا اللي قاموا بيه اللعيبه كل فرد في البطوله. على بنتكلم على كل من ينتمي للنادي الاهلي بنقول له الف مبروك المره الثانيه، واول نادي افريقي واول نادي مصري يحصل على البرونزيه في كاس العالم للانديه. و هاخد من كلام كابتن علاء، النادي الاهلي في حته ثانيه، ما ينفعش حتى الناس اللي بتقارن ده وده خلاص احنا، والرد على الناس اللي بتتكلم اجنور يعني خلاص. صحيح. انت في حته ثانيه خالص.